إذن باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل ومنك يا الله نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. على بركة من الله وتوفيق أعلنت هذه الانطلاقة، انطلاقة شوطنا العاشر والخاص بسن الزمول من مسافة 8 كيلومترات على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي وميدان الشحانية، وفي هذا الكرنفال الكبير والمهرجان الكبير، مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط ليتابع من يحتل المركز الأول الكايد. هنا من يتقدم على المركز الأول منصور بن هادي بن فيصل العجب الشهواني، من يقدم لنا الكايد على المركز الأول. المركز الثاني أتابع القدوم، أتابع الوصول في هذه اللحظات مع المركز الثاني لكي أرى وأراقب مشغل. وينطلق شعار بن ذروة في هذه اللحظات، علي بن جابر بن جار الله بن ذروة البريدي، من يقدم لنا شعاره ومن يقدم لنا مشغل على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القدوم في هذه اللحظات مع شاهين وصالح بن مطر بن ضابط الدوسري، من يقدم لنا في هذه اللحظات. ينطلق مع شاهين على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات القدوم والوصول. يا سلام يا سلام يا بن سالمين، هنا شعار بن سالمين يتقدم وينطلق مولع علي بن عبد الله بن شطيط المالكي، من يقدم لنا مولع على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الوصول مع البروفيسور خليفة بن سيف بن ناصر الخميسي، من يقدم لنا هنا في هذه اللحظات البروفيسور خليفة بن سيف بن ناصر الخميسي، من يقدم لنا في هذه اللحظات البروفيسور على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى وللخمس النجوم الباحثين عن هذا الناموس الكبير وعن هذا الشرف الكبير. وما بعد الخمس يا هي أسماء يا هي شعارات، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول حيث أراقب تحركات شاهين وأراقب تحركات صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، من يقدم لنا شاهين في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام. المركز الثاني أتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات، يتقدم بن ذروة. يا سلام يا بن ذروة، ويقدم لنا شعاره مشغل 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 مشغل. ينطلق هنا علي بن جابر بن جار الله بن ذروة البريد، من يقدم لنا مشغل على المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع القدوم وأتابع الوصول في هذه اللحظات مع الكايد منصور بن هادي بن فيصل العجب الشهواني، من يقدم لنا الكايد على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم مع المالكي ومولع، وصل في هذه اللحظات ليتقدم هنا علي بن عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي. أبناء السلطنة يتقدمون، أبناء السلطنة ينطلقون ويمنون النفس لانتزاع هذا الشوط. المركز الخامس وصل الإمبراطور، وصل هنا هملول ليتقدم محمد بن علي بن حمد بن قريع المري، من يقدم شعاره، من
من يقدم لنا هملول ليتقدم الامبراطور. ينطلق هذا الشعار الكبير وينطلق هذا الاسم الخطير على المركز الخامس. الله 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 الله, الله. العودة الى مقدمة الشوط, العودة الى الصراع, العودة الى النزاع ما بين الاسماء الكبرى ومطحنة الكبار ومعركة الكبار. ويا محل الرقص مع الكبار, العودة الى شاهين والماركة الشاهينية والسلالة الشاهينية, الدماء الشاهينية. يتقدم صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات على المركز الاول ويقود هذه المسيرة, بينما المركز الثاني اتابع الوصول, اتابع مولع مولع يا مولع يا مولع يا مولع يا بن شطيط. الله 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 الله. ولكن الوصول اللي وصل في هذه اللحظات بن قريع, يا بن قريع. يتقدم بن قريع ويقدم لنا هملول محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. من يقدم هملول ليتسلل بدوره الى المركز الثاني, بينما المركز الثالث أتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثالث, أتابع هنا شعار, شعار المالكي. من يقدم لنا مولع؟ علي بن عبد الله بن شطيط بن سالم المالكي. ولكن بن ذروة يا إخواني, بن ذروة من يقدم لنا في هذه اللحظات؟ مشغل علي بن جابر بن جار الله بن ذروة البريد. من يدفع لنا بمشغل على المركز الرابع, المركز الخامس؟ أجد القدوم, أجد الانطلاقة في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 الله. يلي على المركز الخامس أتابع الانطلاقة, أتابع الكايد منصور بن هادي بن فيصل العجب الشهواني. من يقدم لنا الكايد على المركز الخامس؟ هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى, هكذا هو النداء للخمس المراكز الأولى, للخمس النجوم الفايف ستار. ولكن العودة, العودة إلى بن ذروة. من غير في هذه اللحظات؟ من يتقدم ويقود المسيرة ويقلب الطاولة رأسا على عقب في هذه اللحظات؟ مشغل يا مشغل يا مشغل يا مشغل يا مشغل هم يا مشغل. مشغل بن ذروة يتقدم ويغير على زمام الأمور وينطلق على المركز الأول. هنا في هذه اللحظات يتقدم شعار بن ذروة ويقدم لنا مشغل. الله 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 الله. علي بن جابر بن جار الله بن ذروة البريد المري. من يقدم لنا مشغل على المركز الأول؟ المركز الثاني شعار بن ضابط. يقدم لنا شاهين صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. من يقدم شعاره؟ من يقدم شاهين والماركة الشاهينية, بينما هملول على المركز الثالث. يا الامبراطور يا الامبراطور يا الامبراطور. يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 الله. ينطلق هنا بن قريع مع شعاره ويقدم لنا هملول على المركز الثالث. المركز الرابع كهرمان, كهرمان الشمري, كهرمان الشمري بطل الشمري. يتقدم محمد بن زايد بن جهيم الشمري. من يقدم لنا كهرمان؟ ولكن الوصول,
الوصول مع شعار بن مسعود العنيد يتقدم، وسعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، الله يا الشاعر الله، يتقدم ويقدم شعاره، يتقدم الشاعر ويقدم لنا شعاره، ولكن العودة إلى بن ذروة، بن ذروة يا بن ذروة يا بن ذروة، أمتار الكبار وصراع الكبار، الله 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 الله، العودة إلى مشغل، مشغل وعلي بن جابر، بن جار الله بن ذروة، البريد المري من يقدم؟ مشغل على المركز الأول، المركز الثاني شاهين، صالح بن مطر بن ضابط، الدوسري من يقدم؟ شاهين، بينما المركز الثالث أتابع الإمبراطور بانطلاقة هملول، محمد بن علي بن حمد المري من يقدم لنا هنا؟ هملول، الله يا العنيد العنيد العنيد، وسعيد بن سالم بن محمد بن مسعود بن مسعود، لا يغيب بن مسعود بن مسعود، لا بد أن يعود بن مسعود، لا بد أن يعود ويجدد الأمجاد، يجدد التاريخ العريق، ولكن كهرمان كهرمان الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، تحرك الكبار فتحركت الجماهير، ولكن بن ذروة، بن ذروة لا يزال صامد، بن ذروة لا يزال رايق، بن ذروة لا يزال هادي، مشغل مشغل أشغل الزمول، ولكن العنيد العنيد يعاند ويردد، يا بن مسعود لا بد أن نعود، ولكن بن ذروة، بن ذروة مع مشغل، علي يا بن جابر يا بن جار الله يا البريد، روح روح للمجد التليد، روح الله يا بن ذروة يا بن ذروة يا بن ذروة، صافح حنان السماء، صافح الأمجاد، صافح النواميس، يا بن ذروة روح، يا بن ذروة روح، ما شاء الله عليه وحواليه، بن ذروة طار وطار مع مشغل، طار طار للأمجاد، طار، سلام يا مشغل، سلام سلام يا بن يا بن جار الله، سلام سلام يا بن جابر، سلام علي بن جابر بن جار الله بن ذروة البريد المري، سلام يا مشغل، سلام. المركز الثاني العنيد، سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. المركز الثالث وصل فيه أبو الفك لعبد الله بن ناصر بن سعيد العيد. المركز الرابع وصل هملول لمحمد بن علي بن حمد بن علي المري. المركز الخامس وصل فيه أم طالب لفلاح بن سعود بن ناصر العجمي. إذن تهانينا تهانينا وألف مبروك لعلي بن جابر بن جار الله بن ذروة البريد المري على فوز مشغل وانتزاعه هذا الناموس الكبير والغالي والمستحق. التوقيت الزمني لحظة وصول مشغل إلى خط النهاية قاطعا مسافة 8 كيلومتر بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة و30 ثانية و29 جزءا من الثواني ليأتي على المركز الثاني. العنيد لسعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. التوقيت الزمني لحظة وصول العنيد على المركز الثاني 13 دقيقة 35 ثانية و71 جزءا من الثواني، بينما حل على المركز الثالث أبو الفك لعبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة 36 ثانية و99 جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي مش